السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. ماذا عن الخبر الذي يتحدث عن تفاصيل وفاة البلوجر لجين أم رموش؟ في البداية تعالوا نتعرف على لجين أم رموش، وهي فتاة سعودية من مواليد عام 2004 وتبلغ من العمر 17 عاما. وهذه الفتاة تعتبر من أشهر مشاهير في على السوشيال ميديا في الوطن العربي كله، وأطلق عليها لقب أم رموش، وكانت دائما تظهر برموشها الطويلة والجذابة، فأطلق عليها هذا اللقب. وفي العام الماضي استدعى فرض صورتها من قبل النيابة السعودية، وذلك عقب نشر لجين مجموعة من الإعلانات التنسية والفضيحة عبر حساباتها، لكن أسرتها التزمت بمنعها من الظهور لتجنب المسألة القانونية حول ما تنشره من إعلانات غير لائقة. يتابع أم رموش عدد كبير جدا من الجماهير على انستغرام، يقدر بمليون شخص، وهي دايما بتحب تحط الفيديوهات اللي هي بتعجب الناس، وكمان هي نشطة جدا ودائما جمهورها بيزداد يوم بعد يوم، وعلى انستغرام لها شعبية كبيرة. أما اليوم فقد خرجت إشاعة غير حقيقية، وأن الطفلة أم رموش قد توفت، وهذا ليس له أي أساس من الصحة. وكانت قد تصدرت ترندات جوجل الطفلة وفاة البلوجر السعودية لجين أم رموش، وكان محركات البحث قد شهدت عمليات بحث مكثفة على هذا الاسم، والجميع يريد أن يوصل إلى التفاصيل. والطفلة لجين أم رموش قامت بإصدار فيديو مصور لتنفي شاعة وفاتها، وأكدت أن هناك الكثير من الإشاعات تلاحقها خلال الفترة التي الأخيرة، مطالبة بعدم الانسياق وراء تلك الإشاعات سوى من خلال الصفحة الرسمية التابعة لها على مواقع سناب شات أو على انستغرام على مواقع التواصل الاجتماعي. طلبت من محبيها ومتابعيها أن يعني يتحرى الصدق في مثل هذه الأخبار التي تسعى إلى بلبلة على الساحة. شكرا للنجمة المعروفة والطفلة لجين أم رموش، وتحياتنا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.